سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. كان حديثنا معكم أمس عن آداب الحج والعمرة، وإتماما لهذا الباب نتحدث إن شاء الله رب العالمين في هذا الصباح عن آداب زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل الحديث عن آداب الزيارة نبين أنه ليس من مناسك الحج الزيارة، فالحج في مكة والزيارة مستحبة، لكن من ذهب فأدى الفريضة ثم رجع ولم يذهب إلى المدينة فهذا فوت على نفسه خيرا كثيرا، لكن حجه إن شاء الله صحيح ولا شيء فيه. ويستحب إذا ما وصل إلى هناك أن يذهب لزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكن قصده ولا نيته زيارة القبر وشد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم، فهذا من المنهيات. فلا يشدن أحد الرحال إلى قبر أحد كائنا من كان، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن يشد الرحال إلى المسجد الأقصى مشروع، أن يشد الرحال إلى المسجد الحرام مشروع، أن يشد الرحال إلى المسجد النبوي للصلاة فيه مشروع. فإذا ما كان هناك يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم عليه، لكن يكون في نيته وخارج من بلده أو بعدما أدى مناسك الحج والعمرة أو قبل أداء هذه المناسك أن في نيته أنه يقصد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء الزيارة، فهذا شيء غير مشروع. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يخرجن إنسان قاصدا مسجدا من المساجد للصلاة فيه خاصة إلا هذه المساجد الثلاث، كما أخبر بذلك الصادق صلى الله عليه وسلم. أما عن آداب زيارة المدينة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمجملة هي: أولا، كثرة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، زيارة شهداء أحد والبقيع. ثالثا، زيارة مسجد قباء. رابعا، الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. خامسا، عدم رفع الصوت بالدعاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، الحرص على الصلاة في الروضة الشريفة. هذه مجمل الآداب المتعلقة بزيارة المدينة المنورة. أما عن تفصيلها فالأدب الأول عند زيارتك لمسجد رسول الله أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما كنت في المسجد أو قريبا منه فاجتهد ألا تفوت فريضة إلا فيه، يعني لا تصلي إلا في المسجد النبوي، وأكثر من الصلاة فيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. مسجد الحرام بمئة ألف صلاة، المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة كما ذكرنا أمس. أما الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة الواحدة بألف صلاة،
وما دمت هناك وقد شددت الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من الصلاة فيه ولا تضيعن وقتك فيما لا فائدة منه ولا طائل كما يفعل بعض الناس ممن لا يدركون في الحقيقة قيمة أوقاتهم فيعتبرونها نزهة وسياحة فتجد حامل الكاميرا وتجد وتتنقل بين الأماكن الأثرية ويأخذ صورة جنب مش عارف إيه ويأخذ صورة على جبل إيه وهمه فقط أن يوثق هذه الزيارة وكأن يعني هذه الزيارة مش موثقة وكأن الزيارة غير موثقة هي موثقة عند الله سبحانه وتعالى لكن هو حابب يوثقها للناس حتى لما يرجع ويجلس مع الأحباب أنا تصورت في المكان الفلاني يا سيدي مصدقينك صدقينك رحت الحج والحمد لله أديت الفرج وزرت المدينة فاشغل نفسك وأنت هناك وأحيانا تكون هناك فرص يفوتها الإنسان على نفسه تجد ما شاء الله واقف أمام الكعبة والناس يبكون ويتضرعون إلى الله عز وجل وماسك الكاميرا وماسك الله وقاعد يصور في خلق الله اشغل نفسك بنفسك هذا كله مصور صوت وصورة هذا كله مصور بالصوت والصورة ومسجل عند الله سبحانه وتعالى مش محتاج توثيق منك اشغل نفسك هذه فرص ربما يعني تضيع منك ولا تدركها مرة ثانية حقيقة والله يعني من ذهب إلى هناك يعلم هذا جيدا يعني تخيل أنت الصلاة في المسجد الحرام بكم ألف صلاة 100,000 صلاة وأنت جالس تعمل في وأحيانا تجد واقف ويتكلم في الفيسبوك ولا يتكلم في وسائل التواصل وهو في داخل الحرم يقول الآن بعد شوية إحنا الآن بنطوف إحنا الآن بنسعى بين الصفا والمروة إحنا الآن بنشرب من ماء زمزم إحنا الآن بنصلي خلف الشيخ فلان في المسجد فهذا طبعا هذا من اللهو الباطل ليس فيه شيء مفيد ولا فائدة منه فائدة أنك أنت تشغل نفسك في الوقت هذا بالصلاة بالذكر بالتسبيح أنت ما دفعت هذه المبالغ الكثيرة من المال لتذهب هناك حتى تشافي أنت ممكن تدخل الآن تجيب صورة ولا على التلفاز حي كده في الحرم وتقف وتعمل صورة تعمل صورة وانت على الفيديو يعني التلفاز وبتاع وتجيبك برضه تجيب الحرم من خلفك وتجيب كل شيء وتجيب الناس وتصلوا كل حاجة ليش دافع انت فلوس؟ حتروح تصور هناك حتى تشغل وقتك وتضيع وقتك هناك في التصوير والسيلفي والبتاع لا يا أخي انت موجود في المسجد النبوي فانت اجتهد أن تصلي أن تكثر من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء للأجر من الأداب أن يزور شهداء أحد والبقيع طبعا أنت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوره تسلم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعك ويرد عليك السلام وهو حي في قبره صلى الله عليه وسلم لا كما يقول المخرفة إنما هو حي في قبره حقيقة حياة ليست كحياتنا نعم يسمع ويسمع من يسلم عليه ويرد الله عز وجل عليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه حتى ولو هنا وانت هنا موجود قل اللهم صل وسلم وبارك على محمد يرد الله عز وجل عليه روحه فيرد السلام واحد يقول لك طيب يعني كده انه دايما روحه عنده لأن ما في لحظة بتمر إلا واحد يسلم يا سيدي هذا في منطوقك أنت ومنظورك أنت وتفكيرك أنت لا تحسب المسائل هكذا النبي حي في قبره نعم هو الذي أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أحياء في قبورنا لكن هل حياة القبر كحياتنا نحن أسألك سؤال الجنين في بطن أمه حي ولا مش حي الجنين في بطن أمه بعدما ينفخ فيه الملك الروح هل حي أم لا هل حياة الجنين في بطن أمه كحياته خارج بطن أمه هل القانون الذي يسير عليه في هذه الدار التي هو فيها الآن الظلمة هل هو نفس القانون اللي يسير عليه لما ينتقل ويخرج إلى الحياة لا مختلف فأنت تؤمن وتعتقد بأن الجنين في بطن أمه حي ولكن تعتقد كذلك أن حياته تختلف عن حياتك أنت بعدما خرجت إلى الدنيا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره وحياته لها قانونها خاص حياة البرزخ لها قانون خاص لا تخضعه أبدا إلى عقلك يعني حي لأن الإشكال عندهم إيه؟ أنه حي حياة طبيعية هم يقولون هكذا حتى منهم من اجترأ فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج يده وسلم على الشيخ مش عارف مين خرج إيده من الروضة من القبر سبحان الله من أين أتيت بهذا الكلام
لم نسمع بهذا في ابائنا الاولين. ما نوقي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا اسم النبي، ويروح هناك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويظل يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله اغثنا، يا رسول الله اغثنا، يا رسول الله عندنا كيف، يا رسول، يا اخي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، في حياته قال الله عز وجل له ولو انهم ظلموا انفسهم ماذا؟ جاءوك فاستغفروك. ها؟ لا، ده هو في حياته. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول، استغفر لهم أي دعا الله عز، يعني عند، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يستغفرون الله عز وجل من ذنوبهم، يقرون بها ويسألون الله عز وجل أن تعف، أن يعفى عنها وأن يغفر، يغفر هذا الذنب. واستغفر لهم الرسول وهو حي، لأنه يملك الآن الصحابي اللي كان يحصل شيء عند يا رسول الله ادعو الله لي أن يغفر لي، ادعو الله لي. النبي صلى الله عليه وسلم حي، حي يدعو الله عز وجل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مات الآن، يقول لك برضه النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة. أنا ما أتفق معك 1000% أن النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة، ومن قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له منزلة عند الله عز وجل هذا إنسان لا يعقل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة بدليل أنه بلا باتفاق أهل العلم أفضل الخلق، أفضل المخلوقات كلها من بشر وجن وغيره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن منزلته هذه لا تنفع الآن عند الله سبحانه وتعالى، يعني ما ينفع تقول اللهم بجاه محمد اسقنا، اللهم بجاه محمد، لا ما يصلح هذا، لا يصلح. أنت اتخذت وسيلة غير مشروعة. طيب يقول لك الصحابة، نقول لك أن الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتونه فيسألونه أن يستسقي لهم كما جاء في ذلك في السنة، يعني لما أجدبت الأرض وأمسكت السماء عن المطر جاء الصحابة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من رسول الله أن يستسقي لهم على المنبر. هم ما توسطوا برسول الله عند الله، وإنما طلبوا من رسول الله أن يدعو الله فقط، ما جاءوا مثلا. لو كان التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع ما كانش جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ادعو الله أن ينزل، قالوا اللهم ببركة محمد، هم موجودون، اللهم بجاه محمد عندك وبمكانة محمد عندك اسقنا. لا، جاء الصحابة صلى الله عليه وسلم على النبي فقال يا رسول الله يعني أجدبت الأرض وهلكت الماشية، يشتكي من القحط والفقر، فادعوا الله أن يسقينا، ادعي. وهذا موجود حتى الآن وإلى قيام الساعة، أن تأتي عبد صالح تظنه صالحا وتطلب منه أنه يدعو الله عز وجل معك في قضاء مصلحتك، حي حي مش ميت. فالصحابة فعلوا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه، ولم يرفع يده صلى الله عليه وسلم إلا في هذه على المنبر، ما كان يرفع يده على المنبر بالدعاء إلا في الاستسقاء فقط، فدعا الله عز وجل وكانت السماء صافية ما كانش فيها حتى شيء من السحب، ما أن دعا الله عز وجل حتى صارت السحب كال يعني تشابكت واسودت وتشابكت ببعضها ثم أنزلت المطر أسبوع كامل، أسبوع كامل مباشرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم نزل المطر، تشابكت السحاب ونزل المطر وظل أسبوع كامل ليل نهار في مطر، حتى جاء نفس الصحابي في الأسبوع اللي بعده قال يا رسول الله هلكت الماشية وهي هلكت من قلة الآن، فادعو الله أن يرفع عنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال اللهم ارفع المطر، لو قالها ربما استجاب الله عز وجل له دعاءه فما نزل مطر أبدا، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم على الزرابي والأكام ورؤوس الأودية، فتفرق المطر سبحان الله كما أنه تجمع في المرة الأولى على المدينة فأمطرت، تفرق المطر وعلى الزرابي والأماكن المرتفعة والجبال وأنزل المطر، ثم نزل هذا الماء وانتفعوا به. طب ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طب بعد وفاته، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث؟ أجدبت الأرض وأمسكت السماء عن المطر، ما في مطر والناس أصابهم قحط، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طيب ما الذي فعل عمر؟ هنا بقى فهم الصحابة للمسائل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. سيدنا عمر بن الخطاب هل جاء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أغفنا أو يا رسول الله أسقنا أو يا رسول الله يعني ادعو الله عز وجل؟ لا، ما فيش، خلاص النبي مات صلى الله عليه وسلم، له قدره نعم لكنه ما يملك من الأمر شيء، جرى عليه القانون الرباني على البشر الموت،
إنك ميت وإنهم ميتون. طيب ماذا صنع سيدنا عمر بن الخطاب؟ جاء إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما راحش للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ذهب إلى القبر عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أتى العباس فطالب منه أن يدعو الله حتى يسقيه، وقال عمر: اللهم إنا كنا نستسقي إليك برسول الله برسولك فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم رسولك فسقينا. نستسقي يعني نطلب من رسولك وهو حي أن يدعو لنا اللهم اسقنا. خلاص الرسول مات، نستسقي إليك بعم رسولك العباس. طب أيهما أولى وأقرب منزلة عند الله سبحانه وتعالى؟ هل العباس أم رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان لو كان التوسل برسول الله بعد وفاته جائز ما تركه عمر بن الخطاب مع فقهه وعلمه، وذهب إلى العباس وقال: يا عباس ادعو الله عز وجل لنا. فوقف العباس ودعا الله عز وجل فأنزلت السماء وكذلك المطر، استجاب الله سبحانه وتعالى. فالمسائل التي تحدث هناك، النبي صلى الله عليه وسلم مات، نعم حي في قبره، لكن حياة غير حياة غير حياة البشر. من آداب الزيارة كما قلنا إذا أتى القبر أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس بأدب، يجلس بأدب ولا يفعل كما يفعل بعض الناس، لا يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا أن يقضي له أمرا، ولا أن يدبر له شأنا، ولا أن يفرج عنه كربا، فهذا ليس من سلطات صلى الله عليه وسلم الآن مات، لكن يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء في أي مكان أيا كان. ما تجعل بينك وبين الله واسطة، يا رب فقط قل يا رب، والله سبحانه وتعالى يسمعك ويراك. زيارة شهداء أحد والبقيع، قال الله تعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذا الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وفعل زيارة أهل البقيع هذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الحين والحال، الحين يذهب عند أهل البقيع فيدعو لهم فيستغفر الله عز وجل لهم، صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين وأن يغفر لهم وأن يحشرنا معهم إن شاء الله في الجنة. من الأداب زيارة مسجد قباء. روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. روى ابن ماجه وصححه الألباني عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. ما شاء الله، ما شاء الله، يتطهر في بيته ويخرج إلى مسجد قباء يصلي فيه ركعتين كأجر عمره. ما شاء الله عز وجل أن يرزقنا إياكم إياها إن شاء الله. من الأدب الإكثار من الصلاة والسلام عليه، أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. اسمع الكلام، هذا كلام حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ظلمة كالقبر لا يذكر فيه الله عز وجل، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أقول لك لا، هي الصلاة هناك لها شكل ثاني، لما تروح هناك هذا وضع مختلف تماما. طيب أنت الآن اللي موجود هنا في كندا وبيننا وبين الحرم مئات الآلاف والعشرات الآلاف من الكيلومترات، وانت تصلي الان على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن في عند يعني قبر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الشيء، ما لها مزية. صلاتك تبلغه وصلاته تبلغه، صلاة من كان تبلغه، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. من الآداب عدم رفع الصوت بالدعاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عدم رفع الصوت بالدعاء أو بالكلام، التأدب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ورفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته
كرفع الصوت في مسجده بعد وفاته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجد رجلان، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجد رجلان يتكلمان يتحدثان في مدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتفعت أصواتهما، فأرسل أحد إليهما فناداهما فقال من أين أنتما؟ فقال من نينوى أو من مكان، ذكروا مكانا. فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله. فهنا عمر بن الخطاب بفقهه أنزل رفع الصوت في مسجد النبي بمنزلة رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال بعض أهل العلم يستحب عند سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم اللغو والغلط ورفع الأصوات، لأن رفع الصوت عند حديث رسول الله كرفعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان موجود هناك لا يجادل ولا يتحدث في كلام لا منفعة فيه ولا طائل منه رأيه، كما قلنا أحيانا بعض الناس يقول ماذا يزعق يا سيدي يا رسول الله، هذا كلام كله ما منه فايدة، ما كلام ما ينفع، يضر ولا ينفع. المدد من الله عز وجل والعون من الله عز وجل والغوث من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وله من الفضل والكرامة على الأمة الكثير والكثير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا خير الجزاء. من آخر هذه الآداب الحرص على الصلاة في الروضة الشريفة. الروضة الشريفة اللي هي بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر معروفة محددة، لم يروح هناك ولاية عن الله علامات محددة. وهناك إشكال كبير في هذه المنطقة، زحام جدا جدا جدا، يعني مثلا مزدحمة بطريقة كبيرة جدا، هناك ناس يعني قد يجلسون وانت احرص سنة، احنا نقول هذه سنة، احرص على تطبيقها، وفعل الواجب مقدم على فعل السنة. يعني إذا كان تزاحمك ودخولك مع الناس سيؤدي إلى فساد وسيؤدي إلى خصام وسيؤدي، لا يا أخي، صلي في أي مكان كما هو الحال في الصلاة عند خلف مقام إبراهيم عليه السلام. من مناسك الحج والعمرة إذا ما انتهيت من الطواف أن تصلي ركعتين خلف المقام، تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام. طيب روح عند المقام تجد بعض الناس والله جهل سبحان الله، ما في وقت انك انت تتكلم، ولو تتكلم حد ما يسمعك. تجد بعض الناس عاملين حلقة واقفين عاملين دايرة وواقفين ليه، حتى واحد منهم مصلي. يا أخي ما قال الله عز وجل هكذا؟ وما قال هذا المصلى؟ نعم قال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الأصل إذا كانت المسألة متاحة، مش متاحة صلي كما قال أهل العلم، صلي في أي مكان من الحرم يجزئك، هي مجزئة وهي سنة. والحرص على ألفة الناس وتلاحمهم هذا فرض، كذلك أنت في الروضة إن تيسر لك صلي واجتهد أن تصلي. إذا مثلا رحت في وقت من الأوقات كده اللي ما فيهاش زحام والمكان واسع والروضة متاح لك، اجتهد فرصة بالنسبة إليه صلي بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، وأن ييسر لنا ولكم أداء هذه الفريضة. من لم يذهب أن يكتب الله عز وجل له الذهاب، ومن ذهب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأذن لنا بعودة، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.